احسن الله اليكم، ايضا هذا السائل يقول عندي انا عندي ذهب وارغب اداء الزكاه ولا يوجد لدي المبلغ واقرضت اختي مبلغ، هل يجوز لي اعتبر هذا المبلغ من الزكاه؟ لا العبره بالاداء وقت الاداء، اذا نويته وقت الاداء زكاه صار زكاه. اما اذا لم تنويه وقت الاداء زكاه ثم نويته بعد ذلك فهذا لا يجزي. نعم.